عالجت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي محمد بأمن ولاية الجزائر قضية تكوين جمعية أشرار التخزين الإتجار الغير مشروع المخدرات والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة مع الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي. وقع القضية تعود إلى معلومة وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص مشبوهين يقومون بترويج لهذه السموم على مستوى أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليمية. باشرت ذات المصلحة التحريات في القضية والإطاحة بالفاعلين، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصان محل شبهة في حالة تلبس مع حجز وضبط 500 غرام من المخدرات، 23.15 غرام من المخدرات الصلبة مسحوق الكوكايين، 32 قرص من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي، 8 أسلحة بيضاء، هاتفين نقال وميزانين، وكذا مبلغ بالعملة الوطنية يقدر ب 20,570، بالإضافة إلى 37.39 غرام من المعدن الأصفر تعد من عائدات ترويج المخدرات. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة إقليمياً.